أهلا بكم. أقرت شركة النفط اليمنية منع أي سفينة تابعة للتجار من التفريغ في منشآتها بعد تزايد انتشار مظاهر السوق السوداء والتلاعب في مواد المشتقات النفطية. واتهمت الشركة تجارا منحتهم في وقت سابق تراخيص استيراد مشتقات نفطية لمصانعهم، اتهمتهم باستغلال تلك التراخيص واستخدامها بصورة سيئة ساهمت في مضاعفة الأعباء على الشركة والمواطنين. أشارت أن هذه الخطوة تهدف إلى إيقاف مظاهر السوق السوداء التي ظهرت مؤخرا. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا المتحدث باسم شركة النفط المهندس أنور